لا هيدا صعب السؤال لإلي، أنا عندي 3 بنات ما عندي صبيان. ترى من أكبر لاعبين بلاي ستيشن، ترى ألعب بلاي ستيشن يعني. صراحة اليوم كانت حفلة حلوة كتير، وتفاعل الجمهور كان أكتر من العادة. متحمسين كانوا كلهم على كل الأغاني، كانوا عم بيغنوا معي كل أغنياتي، كل شيء قدمته. التفاعل والهيك والأصوات بصراحة، وكانوا كورال يعني ما خلوني غنوا هن معنا. في كتير أغاني غنيت الجديدة من نظرة وإنت إيه، وتيجي ننبسط، وأكيد أهو نص ويا طبطب، كل الأغاني يعني تقريبا. لا يعني حلو إنه هو يعني كمان نقدر نعرف على الأغنية كمان لناس يمكن ما بيقدروا، يعني يمكن ما بيسمعوها، بس إنه يتعرفوا على كلماتها، يمكن يعيشوا هالكلام ويعيشوا هالأحاسيس اللي نحن عم نغني فيها، ويعني نفهمها أكتر. فليش لا، بالعكس هيدي مبادرة حلوة كمان يعني من الجهتين، منهم هن كمحبتهم لكل شيء عم قدمه ولأغنياتي ولهيدي الأغنية بالذات، وكمان أنا مني لأنه استقبلت هيدي الحالة هيك بطريقة أثرت فيي بصراحة، وحبيت إنه يكون هيدا اللقاء بالبيت عندي. عملنا هيك فيديو صغير ومهضوم. أنا أول شيء جدا سعيد إني مشارك اليوم في جولة المملكة، هذه مو أول مرة، ويعني ما شاء الله هم على السنة الثالثة على التوالي، والبرنامج جودة الحياة ما قصروا يعني بالتعاون مع الهيئة وبنشمارك في التنظيم، يعني شيء للتاريخ للأمانة يعني. والجولة ميزتها إنها مختصة في جميع مناطق المملكة، يعني زي ما شفنا أمس عبد المجيد الفنان الكبير عبد المجيد عبد الله في أبها، وهذا شيء يسعدنا إنه نشوف باقي المناطق مو بس الرياض، جدة والشرقية. ترى من أكبر لاعبين بلاي ستيشن، ترى ألعب بلاي ستيشن يعني، فبالنسبة لي الموضوع مختلف لأنه أحس إني قريب من الشباب يعني وقريب منهم، ف الموضوع يعني يناسبني اكثر من الحفلات الرسميه بشكل اكبر. زي ما انت شايف اليوم ماني بلابس رسمي او اللبس التقليدي السعودي، لا اليوم يعني ليله شبابيه خلينا نسميها، فانا بالنسبه لي هذه الايام تناسبني اكثر كعايض، وان شاء الله باذن الله تكون في مناسبات اكثر واكثر.